هذا مهرجان الأول فيلم القصير، ما فيهش غير الهوات ولكن فيه حتى يعني بعض الوجوه البارزة اللي معروفة في الساحة الوطنية. تم التنظيم ديالو مع اون اسوسياسيون دي زاكتور اونيك وحتى مع وزارة الثقافة كذلك، هي مشاركة معنا في هذا في هاد المهرجان. هو حقا هذه الدورة الأولى ديالو. هذا المهرجان يعني لو بوت ديالو الوحيد هو تشجيع الشباب اللي ما يعني سواء اللي كيقراو يعني توسكي اوديو فيزويل أو حتى شباب من غير اللي كيقراو السمعي البصري، يمكن لهم ان كاين مواهب اللي ما قريتش مثال السمعي البصري وعندهم تبارك الله موهبه ديال اخراج افلام قصيره. درنا غادي يكونوا عده ورشات في هذا يعني هذا الاسبوع من الثلاث حتى الجمعه ان شاء الله. هذه الورشات غادي يكونوا عباره عن يعني تقديم بعد الوجوه السينمائيه، غادي يكونوا ورشات تعليميه، غادي يكونوا كذلك غتكون مباراه ديال 16 الفيلم القصير اللي غادي يتبرزوا. لو بروميير بري وهو ديال 10000 درهم زائد تكوين في الميدان السمعي البصري لمده سنتين، يعني تكوين للاحراز يعني دبلوم السمعي البصري لمدة سنتين. وغيكون لو دوزيام بري اللي هو فيه غير تكوين يعني بوحديته لمدة سنتين للسمعي البصري. مهرجان يحتفي بالشباب وايضا بتجارب مجموعة ديال المحترفين. انا هنا من اجل هذه المهمة هذه ومن اجل الشباب، مساعدة الشباب. فلما بدينا احنا كانوا عراقيل ولكن ايضا كان مجموعة ديال الايادي البيضاء اللي قدمت لنا المساعدة، و بزاف الناس اللي عاونونا وراونا بزاف الحوايج. فبدوري اقول نعم للشباب لما كيعيطون. اولا الحضور ديالي كفنان، ثانيا كعضو من لجنه التحكيم التي انيطت لها مهمه اختيار الاعمال اللي غتكون ان شاء الله في المستوى، والمهمه الثالثه هي كمساند لهذا المهرجان الفاتي الدوره الاولى ديالو. اكيد ان احنا محتاجين لهاد النوعيه ديال المهرجانات خصوصا الطلبه، حيت انهم يمكن تاهم الدراسه ديالهم، خصوصا الناس اللي كيقراو السينما كيخصهم داك العلاقات ويربطوا علاقات ويدخلوا لهذا العالم من الباب ديالو الواسع. اذا ما لقاوش بحال هاد المهرجانات اللي يمكن يتلاقاو الناس ويتعرفوا على فنانين ويشوفوا اعمال ناس اخرين ويعرضوا الاعمال ديالهم، واكثر من ذلك يتقبلوا النقد اللي غيطرح لهم طرف المهنيين في السينما. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.